الحمد لله. طبعا 3 نقط مهمين جدا كملونا صراحة ال3 نقط بتوع الماتش اللي فات بتوع ماتش ديروت. يعني أنا وجهة نظري احنا لو ما كناش كسبنا النهاردة كان مش عايز أقول كان ماتش ديروت مش هيبقى له لازمة، بس هي كملت، يعني هي كملت كده. النهاردة بتلعب فريق كويس جدا، فريق محترم. أنا يمكن كنت عامل، يعني انا عامل حساب لفريق اسوان، لان انا شايف فريق اسوان من بدايه الموسم بيلعب ازاي. فرقه ما خسرتش ولا مباراه. صعوبه المباراه بالنسبه لنا ان حسام عبد العال هو اللي موجود مع اسوان. انا ده وجهه نظري، يعني وجهه نظري الشخصيه. ده حد من المدربين الاكفاء في الكوره وليه بصمه في كل الاماكن اللي اشتغل فيها. فانا بالنسبه لي يعني اللي زود صعوبه المباراه ان حسام عبد العال موجود مع اسوان، فبقول له هارد لك. هو يعني عمل ماتش كويس جدا، كان ممكن في نهايه المباراه كان ممكن يتعادل وكان ممكن يكسب، بس هو التوفيق. يعني بتمنى ان احنا اليومين دول نقدر ان احنا نستعد، علشان عندنا مباراه المنصوره في المنصوره كمان 48 ساعه، وبرده تاني مره وتالت مره بقول ما اعرفش ليه ان احنا نلعب 3 ماتشات في اسبوع. يعني مش فاهم ايه السبب او ايه المغزى من الموضوع. هنحاول ان احنا نجتهد، عندنا اصابات، عندنا نواقص. النهارده في لعيبه خدت برضو ال3 انذارات. هنحاول ان احنا في اليومين دول نقدر نستقر على افضل تشكيل، ان احنا بحاول برضو ان احنا نقدر نعمل نتيجه ايجابيه نكمل بيها الماتشين اللي فاتوا ان شاء الله. يمكن